حلقة الوقت نستقبل نجمة اشتقنا لها على شاشتنا اللبنانية، ونحن كثير مبسوطين بوجودها معنا بلبنان وخاصة على شاشة الـ MTV. أهلا وسهلا بالممثلة مادلين طبر. مرحبا، كيفك مادلين؟ تفضلي. مادلين أول شيء أهلا وسهلا فيك على شاشة الـ MTV. ميرسي. عرفنا مؤخرا انه تكرمتي بلبنان وخاصة تحديدا بأهدن، ليه بيعني لك انه تتكرمي ببلدك؟ أخذت جوائز عالمية بمهرجانات وبمهرجانات عربية، بس هالجائزة بدون مبالغة كانت أكثر جائزة أسعدتني، أولا لأنه من لبنان، ولأنه كان عندي دايما عتاب إني ولا جائزة أخذتها ولا تكريم ببلدي، كل الناس كرمتني، الدول العربية كرمتني، لبنان لا. فكنت دايما مقهورة، وفجأة ضيعتي تعمل لي هالتكريم الكبير، ما فيني اوصف لك، كنت عم ببكي كل الوقت، وعملت اشياء انا نفسي ما كنت مصدقة اني ممكن اعملها، يعني عملت دبكة لبنانية وزخيت يعني هدول اللي بتعملين بالارض، مش عارفة كم وحدة، يعني هول كنت اعملهم انا وعمري 17، عملتهم من فرحتي، ما كنت حاسة بجسمي لورا كثير، ما كنت حاسة بجسمي. بتعتبري هذا الشيء صار لانه ما كنت موجوده بلبنان وكنت غايبه لفتره طويله عن لبنان؟ لا انا ما غايبه، يعني كانت المحطات التلفزيونيه اللي تقدر تشتري المسلسلات اللي انا عم بعملها تعرض، هلا كانت الازمه انه مسلسلات غاليه مع نجوم كبار، فمعظم المسلسلات اللي عملتها مثلا انا ومدام فاتن حمامه، انا واستاذ عمر الشريف، ما انعرضوا بلبنان، نعرض كم مسلسل انا واستاذ محمود عبد العزيز ومدام ناديه الجندي، يعني ما انعرض هذا الكم الهائل اللي انا عم بعمله بمصر. هيدا غياب قصري، انما الفضائيات بعتقد عوضت غيابي. كانت موجوده. نعم. عرفنا انه رح بيكون لك دور بمسلسل لبناني جديد، خبرينا شوي تفاصيل عن هالدور. انا ما بحكي عن المسلسل الا لما فوت تصوير نص المسلسل، يعني هيك سيستم حياتي، ما بحكي. طيب بتعتبري انه من بعد هالمسلسل اللبناني رح تخسرك الدراما المصريه؟ لا، ما فيني اترك موقعي هونيك، لاني حفرت موقع كثير مهم، وهو بوابه للوطن العربي كله، للخليج، للمغرب العربي. المسلسل اللبناني نحن ان شاء الله بشطاره الموزعين يعني حنحاول نخلي له قاعده جماهيريه، بس هلا اللبناني ما بينعرض غير بلبنان، فأنا ما فيني استغني عن كل الوطن العربي، حأرجع لبلدي لأنه الجيل الجديد ما بيعرفني منيح. شكرا لك مادلين لوجودك معنا، وفعلا كان لقاء أكثر من مميز، شكر كثير كبير لك. نحن منتابع لقائنا، وهالسنة مثل ما بتعرفوا تم